لم يعتد الكثير من المشجعين على مشاهدة تصرفات اللاعبين خارج المستطيل الأخضر، حيث جرت العادة أن نراهم دوماً خلال المباريات والتي تشهد الكثير من التفاصيل المجنونة التي لم تروها من قبل. اليوم نعرضها لكم في هذا الفيديو، لكن قبل المشاهدة نرجو منكم الاشتراك في القناة إن كنتم غير مشتركين، وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا دعمنا بلايك وتعليق يليق بكم. لورينزو نجم نابولي انفعل على زميله بعدما تسبب في سكب قهوته بدون قصد قبل المباراة. هذا اللاعب المجنون أراد استفزاز المصورة التي تجلس على الأرض لالتقاط الصور بشد الكاميرا من يدها قبل أن يهرب محاولة اللحاق به. سوبوتيتش مدافع بروسيا دورتموند يزيد من حسرة روبين بطريقة مضحكة بعدما أضاع الأخير فرصة محققة للتسجيل. بعد خروج الكرة فقد اللاعب توازنه قبل تنفيذ الرمية الجانبية من على الخط المستقيم مع المرمى قبل أن يتدارك نفسه سريعا وينفذها من مكانها الصحيح. هنا كريستيانو رونالدو يدخل في مشدة مع فلورينزي نجم روما، لكن رونالدو يسخر منه لقصر قامته بطريقة غير لائقة. اللاعب الولهان لم يحتمل جمال المراسلة وقام بتقبيلها بطريقة مثيرة بعد نهاية اللقاء الصحفي. نجم نابولي مارتينيز يحتفل بطريقة خاصة بملامسة الكاميرا التلفزيونية بإصبعيه بعدما قام بوضعهما على لسانه. المجنون ديفيد لويز يقفز على المراسل بنفس طريقة لاعبي المصارعة الحرة ويقوم بطرحه أرضا في انتظار من يتقمص دور الحكم لإنقاذ المراسل. إبراهيموفيتش يلتقط إحدى الأطعمة الملقاة على الأرض ويتناولها مستغلا توقف اللاعب. تصرف مثير للضحك من اللاعب الذي يقف بجانب الحكم أثناء معاينته للحالة التحكيمية عبر تقنية الفيديو. هذه المرة يصر إبراهيموفيتش على وضع قناع عليه صورته على وجه المراسل قبل إجراء المقابلة التلفزيونية. لاعب سيء الحظ بعدما حول المرمى نحو شباك فريقه قام بمنعها بيده قبل أن تجتاز خط المرمى ليتضاعف الخطأ. لاعبو يوفنتوس يحتفلون مع مدربهم إلجري بوضع الصابون على رأسه. كريستيانو رونالدو يثير الضحك بهذه الحركة التي يستغل فيها شعر مارسيلو لوضع بطاقته عليه. نيمار الغدار كما يطلق عليه يمد يده لمساعدة على اللاعب على الوقوف قبل أن يسحبها ويتراجع سريعا. المهاجم الواعد هالاند احتفل بشكل خاص بعد تسجيله في شباك باريس سان جيرمان بالجلوس على طريقة جلسات اليوغا ليرد عليه نيمار في مباراة الإياب ويسخر من طريقة احتفاله. دي ماريا يمسك بزجاجة الكحول لكنه يتدارك نفسه سريعا ويلقيها على الأرض. نيمار عادة ما يقوم بابتكار الطرق التي يحتفل بها بعد تسجيله لكل هدف مثل ما يفعل في هذه اللقطة التي تبدو وكأنه لاعب ملاكم يقوم بحماية وجهه. يايا توري لاعب السيتي السابق يفاجئ إيدن هازارد بضربات متتالية خلال سيرهما في الممر نحو الملعب، ولكن هذا المشهد كان على سبيل المزاح. دروغبا أراد تعطيل هذا الحارس ولكن بطريقة مضحكة للغاية بعدما قام بمسك قدمه ومنعه من الحركة قبل أن يتسبب في سقوطه على الأرض. بوسينغوا مدافع تشيلسي لم يحتمل طريقة يوسي بن عيون في الاحتفاظ بالكرة بشكل مستفز ليوجه ضربة قوية بقدمه لمهاجم ليفربول. رونالدو لا يتوقف عن جنونه وهنا يقفز بطريقة كوميدية خلف مراسل قناة يوفنتوس أثناء البث المباشر. الحكم المساعد يبهر تياغو بطريقة تمريره للكرة التي أذهلت لاعب بايرن ميونخ السابق.
مايزيغا مدافع المنتخب الأمريكي تسبب في أزمة خلال المباراة بعدما سخر من قصر قامة مهاجم منتخب المكسيك أثناء مشادة بينهما. عادة ما يحتفل رونالدو بهذه الطريقة، لكن في هذه اللقطة من يحتفل هم لاعبون من فريق نجم الدوري الكوري أمام أنظار كريستيانو الذي يتواجد على دكة البدلاء. داني ألفيس يقف بصمت خلف المراسل وكأنه في حالة تركيز كبير قبل أن يلتفت له المراسل الصحفي وسط ضحكات رائعة للثنائي. كريستيانو لا يطير هذه المرة، بل يقوم بحركات ساخرة من طريقة كلام المراسل أمام الكاميرا بشكل مضحك للغاية. وهنا مناكفة وممازحة مانزوكيتش لابد منها قبل الدخول لأرضية الملعب. حركة لطيفة من اللاعب ممازحا الطفلة الصغيرة التي تقف إلى جواره وبنظرات بريئة تبحث عن من قام بشد شعرها. حارس بروسيا دورتموند لم ينتظر إجراء القرعة قبل المباراة وقام بسحب الكرة من بين قدمي الحكم. مثل هذه المزحات بين المنافسين لا تتوقف، خاصة أثناء الاستعداد لدخول الملعب. هذه الفتاة كانت سعيدة الحظ بالتقاط صورة تذكارية بجانب نيمار ومارسيلو، لكن نيمار لم يتمكن من كتم مشاعره ومدحها بطريقة مثيرة. حتى الموهوب ديبالا لم ينجو من مقالب كريستيانو رونالدو الذي يقوم بمداعبته أثناء مقابلة تلفزيونية. إبراهيموفيتش يصفع اللاعب المنافس لمجرد أنه داس على قدمه بدون قصد ليسقط برفقة اللاعب مدعيا الإصابة.